طيب ده شنو هاي دي القناه؟ هاي دي القناه مواد كيميائيه يستخدمونها داعش، يخلونها ضد الروس مال الصواريخ ومال المهاونات، يطلقون على الاجهزه الامنيه على المدنيين، اما تسبب لهم جنازات. اصلا هي مواد كيميائيه يعني اللي يشتغل الهواء ما يموت. كله ركز هنا هذول كله عفرة علي الطرف الخامس حد الشعب الانفاق. هذا مخزن كامل عصابات داعش الارهابية. هاي اكو مواد ثانية بس ما اقدر افتحها لان ما لابس لا قناع ولا فوق. هاي مواد مالتهم. تعال نسويها. بس دير بالك من نفتة قوية. مواد سامة كيميائية يستخدمونها عصابات داعش ضرب المدنيين والقوات الأمنية. عثر عليه من الطاولة الحج الشعبي فوز الخامس. صور المخزن مال هذا موادهم. هذا المخزن مالهم تابع العصابات داعش الإجرامية.